هنا في جامعة بيرزيت وبجنازة رمزية للشهيد محمد غنام استهل الطلبة انتصارهم له، فالحناجر تنتفض والأهو تختلج الفؤاد بذبحة، وكل المباني حزينة على ابنها الشهيد الذي ارتقى دفاعا عن زهرة المدائن التي تنشد أشجارها الصمت الحفيف وسط محاولات سرقة الأقصى من قبل احتلال تأذى منه البشر والحجر. محمد ارتاح ارتاح يا محمد ارتاح ارتاح. رسالتنا بنوجهها لشعبنا وأهلنا في القدس المرابطين المنهكين والمتعبين من مدة لا تقل عن الأسبوعين. رسالتنا أنه إحنا معكم، زي ما أنتم شايفين اليوم إحنا كنا في مراسم تأبين شهيدنا شهيد القدس شهيد جامعة بيرزيت بمراسم تليق في شهيدنا. وجهنا رسالة للأهل، لأهل الشهيد ولذويه ولأهلنا في القدس أيضا، أنه إحنا معكم وإليكم وسنبقى صامدين معكم حتى النصر إن شاء الله. رسالتنا واضحة، أننا نرفض كل سياسة الاحتلال التي ينتهجها في المسجد الأقصى المبارك، كل ما يقوم به من وضع بوابات إلكترونية وغيرها، كما أن وقفتنا اليوم كانت تأبينا لابننا ابن جامعة بيرزيت ابن الكتلة الإسلامية الشهيد محمد حسن أبو غنام الذي ارتقى دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك. زملاؤه في الجامعة قرروا أن يثأروا لأخيهم بصدورهم العارية، فيتوجهون إلى مدخل البيرة الشمالي لمواجهة المحتل الذي سلب الروح والأرض، لكن الشهيد لم يسقط بل ارتقى للسماء التي ملأتها هتافات هؤلاء الشبان الغاضبين. الله أكبر! قوات الاحتلال تقابلهم هنا مدججة بالسلاح وتواجههم بالرصاص الحي والقنابل لتنتفض سواعد هؤلاء الشبان بحجارة تبث الرعب في صدور المحتل الذي أصاب 4 شبان بالرصاص الحي وعددا من الإصابات بالأعيرة المطاطية والاختناق. عساكر الاحتلال المعززين بعدد كبير من الآليات وسيارات ضخ المياه العادمة هاجموا المتظاهرين في محاولة لقمعهم وإبعادهم عن منطقة الحاجز العسكري الذي يخنق مدينتي البيرة ورام الله. طلبة بيرزيت هنا ينتصرون للأقصى الأسير ولزميلهم الشهيد ويواجهون الاحتلال بصدورهم العارية. لتلفزيون وطن، أمجد حسين من مدخل البيرة الشمالي.